نروح نشوف التقرير، تقرير المؤتمر الدولي الثاني للإسكان التعاوني، ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية. تفضل. احنا النهارده بنشرف بزياره الوفد والوفود ال 36 دوله المشاركه في المؤتمر الدولي الثاني للاسكان التعاوني، بيتعرفوا على نماذج لمشروعات الاسكان التعاوني بدءا من المشروع اللي شفناه في الاول، مرحله استلام الارض وتخطيطها وتوصيلها بالمرافق وتوزيعها على الجمعيات. والمشروع الثاني اللي احنا بنشوفه النهارده في جمعيه العاملين في وزاره الكهرباء، اللي بيشوفوا فيه نموذج لمنشآت تم تصميمها وتنفيذها على أعلى مستوى. كل ضيوف المؤتمر كانوا منبهرين بمستوى التشطيب والاهتمام البالغ في أن العضو الجمعية توصلوا الوحدة السكنية في أحسن صورة وبدون ربح وبسعر ما نقدرش نقول منافس، نقول أن السعر تلت سعر السوق. المشروع ده بيوضح حسن التعاون بين الحكومة وبين الشعب، لأن الجمعية التعاونية دي منظمة شعبية، فتعاون المنظمات الشعبية مع الحكومة هو اللي بيدي استقرار للبلد، ومن حق كل جمعية إنها تعمل أكتر من مشروع لحد ما تغطي احتياج أعضائها. المشروع ده تم إنشاؤه بمواد كلها صناعة مصرية، معنى كده أن المشروع دوت بيشغل العديد من المواطنين والأشخاص والعديد من المصانع عشان طلع لي المنتج دوت اللي على أساسه أنشئ هذا المشروع اللي انتوا شفتوه على مستوى الحمد لله ممتاز. الوفود اللي موجودة حوالي 33 دولة، ودي وفود شافت النهاردة مشروعات قائمة في مصر بتكلفة بسيطة أقل من مثيلتها في أي دولة من دول العالم، فطبعا بيبص بوخامات مصريه كامله وعماله مصريه ماهره وبتكلفه قليله، فاكيد المستثمر هيعود عليه نفع لو فكر يستثمر في مصر. مصر بدات تعمل مشاريع كثيره للاسكان التعاوني، الهيئه قائمه بدورها، طبعا هي تستحوذ ذوي الدخل المحدود ومشاريع ما شاء الله عليها كبيره جدا. هذا انجاز كبير جدا جدا قدمته جمهورية مصر العربية للسكان في مصر، ونحن سعيدين بأن ننقل هذه التجربة إلى السودان. توقيت المؤتمر هام جدا لما تشهده المنطقة من أزمات، وأيضا لافتقاد السكن اللائق في المنطقة، ويأتي السكن موضوع السكن التعاوني كأحدى الحلول الهامة لهذا الموضوع.